الزول في اللون نيت ما يسمى الزول مقران. بونسواغ توتي توس. اسا ثلاث مغدي 26 جويلي 2022. aujourd'hui nous sommes le mardi 26 juillet 2022. اليوم ثلاث 26 جويلية 2022. مرحبا بكم. Première vidéo de cette journée, la quotidienne de la galop, le khidma, bzaf, la galop. ان شاء الله الناس اللي بعثوا لي على البروبليم تاع تونس ونفع الشيء اللي صرا في تونس والانتخابات هذه الريفوندوم على لا كونستيتيسيون الجديده هذه اللي تكلمنا عليها البارح. وبزاف الناس اللي راسلوني وكانوا اخرين قالوا لي ما معاود لنا هذيك الغنايه تاع التوانسه هذيك ومنا من بعد ان شاء الله نتكلموا عليها. درك حبيت نتكلم على واحد الموضوع زادو هو موضوع عنده تقريب واحد وقيلا دو ولا تخوا جوغ على حساب الموضوع هذا اللي حطوه في ريزو سوسيو وبعثوه لي اليوم الناس وقالوا لي ماذا بك تجاوبنا وفا تجاوبنا تهضرنا وتكلمنا على الشيء هذا باسكو ما حبيناش هذا مش كل يروح بلا ما تكلم عليه. سمحوا لي تشوفوا البروبليم هذا كتبوا عليه بزاف لي ريزو rapidement. Voilà, on a dit. بزاف الناس اللي قالوا ننشر الرد على طلب وتأكيد مقربات من ضحية وبهدف. هو البروبليم واش هو؟ البروبليم صرا في برج بوعريريش وهذا موش يعني حاجة سوربريز يا ناس. الناس اللي بعثوا لي وقالوا لي اخ تشوفوا في البرج واش صرا ومن هذه ترى في البرج ترى في خنشلة ترى في الجزائر ترى في تونس ترى في المغرب ترى في مدام يا ناس لي بوفوار نتاعنا نتاع البلاد هما اللي داروا هذا. قال لك من اللي يزرع الريح يحصد غير غبارو هذا هو كي قال محمد العنقا الله يرحمه الشيخ العنقا قال اللي يزرع الريح يحصد غير غبارو وهذو البوفوار هم يزرعوا رجعونا الدواعش. احنا في عقلية الدواعش رانا نمشيو بعقلية الدواعش وسي نورمالي يوقع فيها الاقتلات الذبيحات الناس متهورة لي باغون ما بقاتش عندهم رحمة الولاد ما يعطفوش على كيما اسمو على لي باغون تاعهم وروح لهذا. المشكل اللي صرا هو ان طفلة شابة هذه ربي يرحمها اسمها نعطيكم اسمها ساسي إلهام. ساسي إلهام هاد الطفلة هذه كتبوا عليها الناس بزاف 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 وعلقوا عليها بزاف بزاف يقولوا خلني يقولوا جريمة قتل خلني يقولوا جريمة قتل وخرين يقولوا سويسيد. دوك انا ما نجمش انا نقول لكم راهو جريمة قتل سويسيد ولا موت يعني عادية ما نجمش نقول لكم. وخرين يقولوا بلي الطفلة هذه ربي يرحمها راهي كانت عن مضطربة عقليا هذه ما منهاش يعني كل حال اللي خطرش وين يصرى مشكلة مضطرب عقليا كي واحد يصرى يدير مشكل قالوا مضطرب عقليا بكري كل لاباس عليه نهار يدير مشكل او مضطرب عقليا كيما ذاك السيد ابو لهب هذاك اذا شفتوا عليه ابو لهب اللي راح يكسر في كيف اسمه في عين الفوارة هذاك بولحية هذاك الراجل هز مارتو ابو مارتو هذا هز مارتو راح يكسر في كيف اسمها في التمثال تاع عين الفوارة وزربوا هذوك جماعة صحاب الحي ومنه ومنه ويطلق ودي عيا بلي راهو مهبول علاش باش يخفوا له الحكم نتاعو وبالك راهو لبرا وبالك راهو لبرا هو راهو داعشي هو ستاند داعشيست دونك فوالا. الوغ نروحوا للمشكل هذي الناس يطالبوا بفتح تحقيق وهذه لازمها تكون هذه نتبع القضية ولازم يكون فيها تحقيق هذه لازم والناس اللي تحب تعاوننا حتى لو كان ما يكون التحقيق يعني ما عجبكمش نجمو نبعثوا حتى لبرا ونديروا تحقيق لازم 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 لي زوتوريتي الجيريان لازمهم يديروا تحقيق اذا ما داروش تحقيق نجمو نشوفوا ان تريبيونال انترناسيونال ولا هذا اذا حبيتوا ان شاء الله نجيبوا الحق نتاع الطفله هذه مالاش راح نرجعوها مي لو بروبليم لازم يروحش غامض ما يروحش غامض والشي اللي صرا هذا ممكن يصرى لناس اخرين وروح
نعطيكم واش صرا اكزاكتومون. اسمحوا لي سمحوا لي نروح لواحد الريزو هو اللي على باله بالقضيه. فوالا نروحوا لواحد الريزو هو اللي على باله بدا القضيه. هي يقولوا باللي هاد الطفله هذه اللي قلت لكم على اسمها ساسي الهام تكون في ولايه البرج. القضيه صارت يوم 18 جويليه 18 جويليه قدمت. واش يقولوا؟ يقولوا على حساب هذا الريزو اللي تبع في القضيه يقول باللي سبت هذه الطفلة هذه أنها هما كاتبين بالدرجة يقولوا بلي دارهم سمعوا عليها كلام ماشي مليح. ما نعرفوا شي هو الكلام هذا اللي موش مليح. سرقت، قتلت، ضربت واحد بموس ولا واش دارت يعني يعني هما يحبوا يقولوا سمعوا ليها كلام ماشي مليح، يعني راهي الفريكونت كالكان، راهي تحب واحد. هما ما يحبوش، هما هذو والديها، قال لك انبياء، هما يقولوا هكا، والديها قال لك انبياء، وبني عمها كيف اسمه ديزونج ملائكة، وعلى هذا سمعوا ليها، فوالا. دونك قالت حكمها خوها وباباها وامها وراجل اختها، حتى راجل اختها جا، راجل اختها قالت نبي من الانبياء الكبار خلاص ما يدير هو خطي، وهو ما يحب ما يضر بالنساء ما والو، هو راهو معصوم من الخطا راجل اختها هذا، يعرفوه الناس كل شاهدين عليه باللي راهو انسان ما كانش ولدت امه بقى نظيف كيما ولدت امه لليوم. دونك فوالا هذا راجل اختها لا قال لك وامها ورجلها اختها وزوج خواتاتها حتى هما تحموا، حتى زوج خواتاتها هذو معصومين من الخطا، حتى هما قال لك جاوا من عند ربي سبحانه عز وجل هبطوا ديريكت وجاوا من ما غلطوش خلاص، وما داروا والو، ما حبوا ما شافوا ما والو خلاص فوالا. قال لك جاوا تحموا عليها، قال لك زرقوها فوالا، وقال لك ربطوها وداوها لواحد الباطيمه تروز ايطاج. وثم مسكرين عليها ومربوطه. الاول البارح 16 جويليا راح ليها باباها طلقها وحط لها شويه ماكله وخرج وسكر عليها الباب من برا. وخلاها ثم هذيك العشيه هذيك 18 جويليا طيشت روحها قعدت ربع ساعه وماتت الله يرحمها. هكا يقولوا هذو الريزو اللي تبع فيها. دفنوها يوم 19 جويليا لقيناهم شغل مات كلب حشاكم. انا الكلب نعطيه قيمه نقول لكم الحق، انا يكون الكلب الحق نعطيه قيمه باسكو الكلب ساعات خير من الانسان نقول لكم الحق. ماشي بنتهم باباها والله ما على بالو بوالو، التي دور خواتاتها ثاني امها وخواتاتها الاثنين يحمسوا في اللحم ولا ما نعرف العشاء اختها وحده اللي بكات عليها صح باسكو تحبها، الاخرين يمثلوا برك. امها التي تكذب على الناس وقالت لهم باللي عرسها السمانه الجايه وجهازها جاهز وزوجناها الغليزان والدار اللي كانت فيها شراها لها رجلها وراحت تسيقها مع خواتاتها طلعت تغسل الطاقه زلقت وطاحت وهما مأمنينها وليست ما عرفوش وهما مأمنينها وليست انا وبنات خالتي اخرين حكينا لهم الصح اكل ما عرفوش هو تشكوا ورانا حالفين نشكوا بهم نشكيو بهم ونجيبوا لها حقها. كي شفناها لقيناها
كل منفوخه، وجهها، كرشها، صدرها، عينيها، كل عينيها وحده مسكره وواحده مفتوحه، وجهها زرق ونيفها معوج من الطيحه، والمليحه خلاص راحوا خدموا دوسي مزور ومدوه للشرطه باللي راهي مختلع عقليا. فوالا فوالا فوالا، يعني قصه يعني غريبه، بصح غريبه مش لي انا. انا على بالي باللي في الجزائر عائلات دواعش ما نلومهمش، الناس دواعش على ارواحهم، خشتوا يقول لك سمعوا عليها حاجه ماهيش مليحه، هي مراه كي تحب راجل يسمى حاجه ماهيش مليحه، هذه ما عندهاش الحق تحب، ما عندهاش الحق تحب، سبحان الله. او هما يحبوا، هما ما يحبوش، هما اون كاشيتي سو لا كوات، اسمعوا لي، هذه هي العالم الاخر. هما ما يحبوا، ما يمشيوا، ما يخرجوا مع الرجال، ما ياكلوا، ما يشطحوا، ما والو، هما ديريكت كيما سمحوا لي بالكلمه هذه من مع كي يقولوا هما، والله ما على بالي مع كي يقولوا المثال هذاك تليمانيير ديريكت من سمحوا لي، ما حتى العباره ما لقيتهاش، والله ما لقيتها. هما كما قلت لكم سولا كوفات ديريكت، هما ما عندهمش الحب هذا، ما يعرفوش الحب، الحب لا يجوز، لا الشيء اللي يديروا فيهم اللي يجوز، عوي هذا كان عليه ربي، حتى مع 40 ساعه مع 10 مع قال ربي كيما هك. بس وحده تحب واحد وتخرج هي وياه، يروحوا يحوسوا ويشربوا قهوه لبرا ويقعدوا مع بعضهم ويحكيوا مع بعضهم، اوبا با 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 با. لا يجوز، ما عندناش الحب احنا سبحان الله، احنا مسلمين احنا، او انتم سبحان الله، واه وليتوا وجهتوا ولا سبحان الله. واذا المراه مسكينه ولدت وما زوجتش، هذيك راهم خايفين شويه برك من الشرطه، وخايفين من هنا، وتربوا يقيموا عليها الحد، والله يقيموا عليها الحد، يحطوها في مطمور وكما قال واحد ويحكموها، يفرضخوها بالحجر. علاش؟ باسكو دواعش، باسكو هما الدواعش، هما الدواعش، هذو امبوسيبل امبوسيبل تفهمهم وتقول لهم يا ولدي انت المراه راهي مدايره باش تولد، راهي مدايره باش تولد، تولد اليوم ولا غدوه ولا غير غدوه ولا منا، تولد المراه هذه، وتولد مزوجه ولا ماشي مزوجه، وين هي لا ديفيرونس؟ وين هي لا ديفيرونس؟ قال لك حقه ما قالوش عليها الله ما اعطى، الله ما اعطى. يا اخي حاله يا اخي يا سيدي، معليش هما قالوش عليها الله ما اعطى، هاي واش طاح للسماء ولا على الارض، والارض ولا طاحت على السماء ولا واش؟ كيما دخل ربي اختار قال لكم يا جماعه وفلان هذا زوج بالمراه وما قالش عليها الله ما اعطى وانا نعاقبه، علاش تمسحوا في ربي سبحانه عز وجل كلش، وانتوما هذا الشيء راكم انتوما اللي درتوه، خاطرش انتوما دواعش على ارواحكم، تبقاو دواعش. هذا الشيء هذا كامل ما يصراش في عند لي زوكسيدونتو، في عند فرنسا، في لا بلجيك، في لوروب، في عندهم هما ما عندهمش نساء زينات، هما احنا اللي عندنا برك، هما ما يسواو، هما والله كفار على ارواحهم، على بالكم هما يديروا واش يحبوا، كفار على ارواحهم، ما كان حتى مشكل. مي احنا الزين عندنا والثقافه واحسن امه خرجت للناس، وحنا نروحوا للجنه والاخرين يروحوا للنار، هذه هي دي سبحان الله العظيم. سي نورمال كي الطفله تولد من غير ما تزوج، هذه راهو لازم 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 نحكموها كما قال واحد، نحطوها ليه ونفرضخوها بالحجر الكبار هذوك، اوكي بالحجر الكبار هذوك. واش راح نقول لكم، انا سمعت بالقضيه واتصلت بجهات معنيه بالامر، جهات معنيه بالامر، غدوه ان شاء الله على حسابهم، هما على حسابهم غدوه، قال غدوه نعطيوك الخبر، غدوه نشوفوا، غدوه نصبروا غدوه ونشوفوا. على كل حال انا ندير الموضوع يخرج ان شاء الله نهار الخميس، نحطه في الجريده باش الناس كل تقرا، وباش يقراوا حتى في الخارج، ونقول واش قالوا الناس كامل، وما تروحش الطفله هذه ما تروحش هكاك. انا على كل حال درت عليها فيديو العشيه هذه، وغدوه ان شاء الله بحول الله جو يفير ان بابي، نستنى برك الناس المسؤولين هذو اللي تكلمت معاهم واللي وعدوني باللي غدوه يعطيوني الجواب نتاعهم، ينجموا يقولوا حتى الطفله هذه قتلوها اليهود، نكتبوا قالهم يقولوا باللي قتلوها اليهود وخلاص، احنا ما هذه صحافه، واش عندنا الصحافه هي ان نسمعوا منه ونسمعوا منه.
سمعنا الناس هذو اللي بعثوا اللي كتبوا، احنا كنتوا تسمعوا ها، ونروحوا دوكا نسمعوا الجهات الرسميه، الجهات الرسميه نسمعوهم واش يقولوا. هذا اذا حبوا، اذا حبوا يعطيونا، باسكو ساعات ساعات يقولوا لنا كيف التحقيق، كيف التحقيق، كيف التحقيق، كيف التحقيق، كيف التحقيق، ويبقى التحقيق كي محلول، ومن بعد يوليو يقفلوا الدوسي وقال ما كان والو. هاي ديما ترى قال يقفل علينا الدوسي وفي لنا حتى لوطوبسي، حتى لوطوبسي ايا نحي شويه لحم منا، نحي منا يقفل في لمن. احنا راح نبقاو احنا ندورو، احنا راح نبقاو نرجعوها المرة هذه، مات الله يرحمها في لمن في لمن. هذه الجزائر، هذه هما، هذه بلاد الدواعش. واش نقول لكم، هذه بلاد الدواعش. لو كان صارت المشكله هذه عند سيادهم لوكسيدون في الغرب، يعني في فرنسا ولا في بلجيك ولا في تشوفوا كيفاش، مام تكون جزائريه ولا تكون من لافريك ولا ما حقها ما يروحش. والله ما يروح، والله يا لو كان يكون تكون يكون ولد ساركوزي بعد، ولا ولد الرئيس نتاع الامريكان هو اللي دار المشكل هذا، والله ما يروح باطل، والله ما يروح، والله اني خلص. علاش؟ باسكو هما عندهم العداله، وهما ناس ما همش كيما حنا خبثاء. حنا ناس خبثاء، تسمحوا لي، سمحوا لي، حنا خبثاء. واش حنقول لكم، هذا هو، حنا خبثاء، هما ما همش خبثاء. هو لاش تا يكرهك ما يحق يعطيه لك، يكرهك يقول لك انا جي تيم با خويا، هذا ما كان، انا ما شتيكش، بصح حقك والله غادي يعطيه لك. مي حنا راهو خبثاء، يضحك معاك ويلعب معاك ويدخل لك لدارك وياكل ماكلتك ويعطيك من الورا بالخنجر، ويعطيك من الورا غير ما تفيقش برك تلقى الخنجر جاك في الظهر نتاعك. علاش؟ باسكو حنا خبثاء، والمشكل وين هو؟ ديما نمسحوا في ربي، ديما نمسحوا في رب العالمين، ونمسحوا في الشريعه، ونمسحوا في هاو قال ربي، هاو قال الرسول، هاو قال من عرف شكون، هاو منا ومنا، وحنا رانا حنا اللي نديروا في هالمشاكل هذو، وحنا اللي رانا نديروا. ما على بالهمش الناس هذو بلي خطاش، وكنقراو الناس هذو لو كان في ليكول نتاعنا قرينا هذا الشيء هذا، وقالوا لنا يا ولدي المرأة راهي إنسانة كيما حنا، تحب والطفل يحب، والحب هذا عادي جدا، سي لا ناتور، سي لا ناتور، هذه هي، هذا هو، واش الطفلة تحب الطفل ولا الطفل يحب الطفلة، واش وين المشكل؟ إنسان يحب واحد، وين المشكل؟ وين هو المشكل؟ وين شفتوا المشكل هذا؟ وين هو المشكل؟ با 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 با. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. واش اللي كيما قلت لكم من قبل، واش اللي يجوز هو انهم، نحب نقول كلمه ونحشم، ونحشم الناس تسمع فيا، ما نحبش نقول كلمات اخرى كيما قلت لكم، خلينا نقولوا من اون كاشات سو لا كوات ونسكتوا خير. هذا ما كان، هما يحبوه كذا، هما يحب هذا، يجوز عندهم، يجوز عندهم. صرات حتى في مكه، صرات في مكه يا ناس، والناس يسمع فيا اخرين، وعلى بالهم على من نهضر، أو على بالهم، ماهوش واحد، ماهوش زوج، ماهوش ثلاثة، ماهوش أربعة، الناس راهم يسمعوا فيا، راهم يسمعوا فيا، الناس اللي راحوا، الناس اللي شافوا في 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 أعز مكان اللي يقولوا هما حنا راح نروحوا نحجوا فيه، وراه بيت الله والكعبة، ومنا صراو فيها المناكر، صراو فيها المناكر. أنا ما رحتش وما نروحش، الناس اللي راحوا هما اللي يحكيوا، وما همش غير رجال ولا رجال ونساء، رجال ونساء. دونك مادام الشيء هذا صاري حتى في الآخر، وعندنا احنا هنا ما كان له نهضروا، خاطر شوف النهضوا اللي قلت لكم تكسروا لي بورتابل نتاعكم، ما كان له. دونك هما واش يروحوا؟ يروحوا غير الحوايج صغار، هذا خلاص نتاعك، تشوف الطفله حبت واحد، ولا سمعوا عليها باللي راهي الفريكونت ان جون ولا كذا ولا منا، يا قال روحي لهنا نعتوا لك، روحي لهنا نعتوا لك. الجهل، 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 صعيب، 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 الجهل، صعيب، صعيب. رانا عايشين افيك دي مونتاليتي نتاع المويناج وقبل، رانا عايشين في مونتاليتي نتاع المويناج وقبل. هما ماخذين الدنيا، ماخذين الدنيا بالسرقه، بالطهرايميت، بالافعال، الافعال اللي يديروا فيهم ما يديرهمش الشيطان، ما يديرهمش. وكي يتكلموا معاك حجاج، كله كلهم انبياء، وكلهم واش يقولوا دي زونج، كله كلهم لا يجوز. دارت هكذا تحب واحد، الله اكبر، وشكون اللي قال لها تحب هذا؟ الله اكبر. وعلاش ما تروحش يا سيدي اون كاشاتي سو لا كوات يا سيدي؟ او سبحان الله، علاش تحب هذه المراه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه. هما يمشي يحبوا من طرحه لرحى، ما كاينش فيها الحب هذا ولا
ولا تمشي مع راجل تخرج معاه ولا نو كاينش كاينش واخا تشوفوا واش صار. قال لكم ما عندها واحد 3 ايام قال لك عريس راح زوج كي جابوا له المراه قال لك ما شافها قال لهم ماهيش مليح وراح هو مروح وخلاها في نهار العرس وراح روح. هذا كل من واش من واش هذا كل كاينش واحد يزوج بمرا ما يعرفهاش؟ وين صرات هذيك؟ مازلنا في بكري خلاص مازلنا في بكري خلاص. انا كنت صغير قالوا لي اخويا كبير كي يزوج ربي يرحمه روحوا تطلعوا على الديار عندكم مرا للزواج. هذه كي كان الذيب يسوق هذه كي كان الذيب يسوق. اليوم الناس كل عندهم انترنت عندهم تصاور عندهم منا لازم الطفل والطفله يعرفوا بعضهم باش يقدروا يزوجوا مع بعضهم. الله اكبر واش يعني قلنا السيد هذا الله اكبر يا حالي لو كان يلقاو يديروا عليا والله يجيبوا كلاش يديروا عليا. انا ما نلومكمش انا ما نلومكمش دواعش تبقاو دواعش الا غير الي من بعد ان شاء الله نرجعوا نتكلموا على اخواننا التوانسه ان شاء الله دون سين دو ميور ان شاء الله غادي جنر. نقول لكم ان شاء الله ما ننساش الموضوع هذا غدوه ديك جوري برك الخبر من عند المسؤولين ندير فيديو ونقول لكم ها واش قالوا لي وان شاء الله نتبعوا القضيه ان شاء الله واي قضيه نتبعوها وهذا هو الشيء هذا هو الشيء الاخر اللي نقدروا نديروه. هذا هو الشيء على بالنا باللي ماناش راح نرجعوها على بالنا الطفله هذه مات الله يرحمها على بالنا باللي حتى والديها اللي كون يكونوا داروا صح الشيء هذا حتى كيروحوا للحبس ما عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى. مي لازم الناس تعرف لازم الناس تعرف ونورمالمون لازم يخلصوا ماليا حتى اللي كون يروحوا للحبس ما راحوا للحبس ومن بعد راح ترجع الطفله هي ما كانش. من نعتوا للناس باللي هاكم تشوفوا كيفاش الدواعش كيفاش عايشين. الي اتو تلو ان شاء الله.